أنا حزين لا شك بأن كل الجزائر حزينة، كل أحرار الجزائر يحسوا بأنهم فقدوا شخص غالي وعزيز. عمي الأخضر بورقعة هو أحد القلائل الذين قاموا بحرب التحرير لتحرير الوطن، واستمر مناضلا من أجل الحرية، من أجل كرامة الجزائريات والجزائريين، ونضاله كلفه السجن في السبعينات، وكلفه السجن في عز الثورة السلمية الحراك منذ جويلية. على هذه نقول بأن هذا الرجل قدم شبابه وقدم حياته من أجل استقلال الجزائر، من أجل تحرير الإنسان الجزائري. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه وكل الجزائريين الصبر والسلوان. في نفس الوقت نقول للترحم، لنكون صادقين ومؤتمنين على نضاله. يجب أن نستمر على نهجه، وهو النضال بطريقة سلمية إلى أن تتحرر الجزائر. ما أحوجنا أن ننتقل إلى جزائر جديدة، جزائر الحقوق والحريات، جزائر ديمقراطية. وعمي الأخضر بورقعة معنا، مع الأسف الشديد ونقولها بحزن كبير، أن ربما وافته المنية، ولكن سيبقى في أذهاننا، سيبقى في قلوبنا، إنه يكتب تاريخ الجزائر النير. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. لا توجد كلمة تكفي حق هذا الرجل. ابن الشعب، عاش مع الشعب، كافح من أجل الشعب، قاوم الاستعمار من أجل الشعب، قاوم الاستبداد من أجل الشعب ومن أجل الحرية، انخرط في كل قضايا الشعب، انخرط في قضايا الثورة السلمية الشعبية البيضاء مع الشعب. مرض معنا، مرض وإياه في نفس اليوم، مرض مع الشعب، عالج معه في أوساط الشعب بين إخوانه الشعب، مات في أوساط الشعب رسول رحمة الله عليه، وهو الشعب سيشيعه بإذن الله. ابن الشعب يشيعه الشعب. هذا هو عمي الأخضر بورقعة، كان صديق الجميع شبابا وكل الأجيال، رحمة الله عليه. ولن تكفي حقه، ولن نكفي حقه بأي كلمة يمكن أن نقولها، إلا أن ندعوه الله بالرحمة والغفران والثواب، وأن يرسله بالماء والثلج والبرد. فرحمة الله على عمي الأخضر بورقعة. واش نقولوا، هذا رمز من رموز كل النضالات، النضال من أجل الاستقلال، النضال من أجل الحرية، النضال من أجل الديمقراطية، النضال من كل القيم، من أجل كل القيم الإنسانية. هذا الرجل عانى من الاستعمار، عانى من النظام، عانى من الدكتاتورية، عانى واليوم يعاني من المرتزقة السياسية. الناس داروها في الحبس واليوم يكتبوا رسائل تعزية، عار عليهم، عيب عليكم، عيب عليكم. الراجل تعبتوه دخلتوه للحبس، واليوم تجيوا تكتبوا رسائل تعزية وتسميوه مجاهد بعد ما خونتوه. منافقين. هذا الرجل ما يحتاج للرسائل التعزية تاعكم. هذا الرجل رفعوا الشعب، طلع به الشعب إلى أعلى مستوى الاحترام. هذا الرجل علم، علم العزة الجزائريين، علم النضال الجزائريين، علم الشرف الجزائريين. والشعب الجزائري احتضنه كمجاهد، كمناضل، اللي خلى رصيد نضالي قوي. واليوم هاد الشباب لازم نوقفوا ونرفعوا رسالنا تعزية لهذا الرجل، ونواصل النضال. أكبر عرفان وأكبر احترام للأخضر بورقعة هو مواصلة النضال من أجل الديمقراطية، من أجل الحريات. هذا الرجل لم يموت، لأن أفكاره ما زالت متجذرة راسخة في أذهان الناس وفي نضال الشعب الجزائري بأكمله. هذا الرجل يبقى رمز من رموز النضال من أجل الحرية، لن يموت، لن يموت أبدا.
لن يموت أبدا. الأخضر بورقعة حي في قلوب الجزائريين والجزائريات، حي في التاريخ، لأن في التاريخ تاريخ لا يرحم. يا إما راك صانع التاريخ مثل الأخضر بورقعة، يا إما تصبح لعبة التاريخ كهذا الذين يعني اليوم بعدما خونوه يكتبون الرسائل التعزية إنكم لعبة التاريخ، إنكم مرميين في 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 مزبلة التاريخ. التاريخ هو احترام لنضالات شعب، احترام لإرادة شعب. التاريخ هو يصنعه الأبطال ويصنعه تصنعه الشعوب. اليوم الأخضر بورقعة خلى موراه رصيد سياسي تاريخي نضالي ما كانش واحد يقدر ينحيله، حتى يعني ولو كانت لأن هذا الرجل أعطى مثال في وقت الثورة، وأعطى مثال في إطار الحراك وفي إطار نضال الشعب الجزائري لقيام دولة القانون.